طبعا حنا هنا واحد الوقفه اللي نادت على هيئات المحامين بالمغرب نتيجه الانتكاسه الخطيره اللي مست بالحقوق ديال المواطنين بصفه عامه، وكون هذا المشروع ديال القانون المنظم للمسطره المدنيه تيخرق بشكل سافر عده بنود ديال الدستور المغربي اللي هي اولا الحق في التقاضي، عدم استقرار الامن القضائي، تدخل ديال النيابه العامه بواحد الشكل غير مرضي للجميع للمواطنين ماشي للدفاع، وبالتالي انه مس بالاساس ديال التقاضي وبالعداله، وانه بالتالي يخلق واحد التشويش لدى المواطن بشكل عام. ثانيا احداث فتح الباب لناس اجانب على الهيئه التمثيليه اللي غادي يخلق واحد البلبله كبيره على مستوى الامن القضائي والعدل بالنسبه للمواطنين. هاد الوقفه جات اليوم كتعبير عن الرفض ديال المحامون قاطبه على تصديق ديال او المصادقه ديال البرلمان على هاد القانون ديال المسطره المدنيه اللي جاب واحد المجموعه ديال التراجعات كتخص الحق في التقاضي ديال المواطن. المحامون ماشي تعطلوا حتى صادق مجلس النواب عاد ولاو كيتظاهروا وكيحتجوا، بل بالعكس من البدايه لما كان المشروع ديال قانون المسطره المدنيه مطروح بلجنه العدل والتشريع والمحامون والمحاميات المغاربه، طبعا مارسنا الادوار ديالنا في الحوار في تقديم التعديلات مع الفرق النيابيه مع وزاره العدل، ولكن وللاسف ما كنلقاوش في الحكومه خاصه في وزاره العدل شي اذن صاغيه. كنا كنراهنوا على ان هذه الحكومه يمكن لها تستوعب الرسائل المختلفه ديال المرحله، وللاسف لما لاحظنا كيف تعامل وزير العدل مع التعديلات المقدمه عرف دركنا على انه كاين اصرار قوي على الذهاب بهذا المشروع المسطره المدنيه الى النهايه. والخطر اللي فيه واللي على اساسه كيتظاهروا المتظاهرات والمتظاهرين هي التراجعات الخطيرة ضد الثوابت الدستورية. كاين تراجع على مبادئ الأمن القضائي، تراجع على الأمن القانوني، تراجع على شروط المحاكمة العادلة، تراجع على المساواة أمام القضاء. وأمام التراجعات الخطيرة كان لازم ولا بد أن المحامون المغاربة ينتفضوا بهذه الطريقة وبهذا الغضب الأسود. أكيد أن ظروف هذه الوقفة تختلف. في الوقفة الأولى كان يتعلق بإجراءات تعسفية، وكان هناك حراك مهني، وكان له كانت هناك نتائج وكانت له آثار. في حقيقة الأمر نضال المحامون آنذاك أبنوا عن 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 رفضهم لكل أشكال التضييق على حقوق وحريات المواطنين. اليوم نعيش مشكل محلي داخلي في المملكة المغربية يتعلق بإصدار قانون تمس في الصميم حقوق المواطنين. ضربة موجعة مؤلمة قاسمة بالنسبة للمحاماة، عدة نصوص سواء أضيفات أو عديلات أو أدمجات هي نصوص في الواقع لا تخدم ليس فقط المحاماة والمحامين بل بالدرجة الأولى المتقاضين المواطنين المغربيين والمتقاضين بصفة عامة سواء كانوا مغاربة أو أجانب. تعديل هذا المشروع ديال القانون المسطرة المدنية ليكون منضبطا لنص وروح دستور 2000 ويراعي شروط المحاكمة العادلة.